بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلق نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فما أحوجنا إلى العودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة واستماعا وتجويدا واستظهارا وفهما ووصية وتدبرا واتباعا وتعليما ودعوة إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه وإلى قرآنه مردا جميلا، اللهم آمين يا رب العالمين. فاللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. نعيش مع الآية الكريمة من سورة فاطر من الآية الرابعة إلى السابعة. راجينا من الله تبارك وتعالى أن يتحقق فينا ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ونحن الآن في بيت من بيوت الله عز وجل، يتلون كتاب الله تعالى وتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل يا رب العالمين. شرح الكلمات: وإن يكذبوك أي يا رسولنا فيما جئت به من التوحيد وعقيدة البعث والجزاء ولم يؤمنوا بك، لأن الكفرة والمشركين من قريش كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا بالبعث، كذبوا بالقرآن، كذبوا بالتوحيد، كذبوا بالعقيدة، كذبوا بالبعث والجزاء ولم يؤمنوا. وقد كذبت رسل من قبلك أي فلست وحدك، كذبت، إذن فلا تأسى ولا تحزن واصبر كما صبر من قبلك. وإلى الله ترجع الأمور، وسوف يجزي المكذبين بتكذيبهم والصابرين بصبرهم سبحانه وتعالى. ولا تغرنكم بالله الغرور أي ولا يغرنكم بالله عز وجل، أي في حلمه وإمهاله الغرور أي الشيطان. فاتخذوه عدوا يعني فلا تطيعوه ولا تقبلوا ما يغركم به، وأطيعوا ربكم عز وجل. إنما يدعو حزبه أي أتباعه في الباطل والكفر والشر والفساد، ليكونوا من أصحاب السعير أي ليؤول أمرهم إلى أن يكونوا من أصحاب النار المستعيرة. لهم مغفرة وأجر كبير أي لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير في الجنة، وذلك لإيمانهم وعملهم الصالحات. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، نسألك مغفرة الذنوب والجنة وما قرب إليه من قول أو عمل يا رب العالمين. معنى الآيات الكريمة: لما أقام الله تبارك وتعالى الحجة على المشركين في الآيات السابقة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن يكذبوك أي بعدما أقمت عليهم الحجة، فلست وحدك المكذب، فقد كذبت قبلك رسل أو فقد كذبت قبلك رسل كثيرون جاءوا أقوامهم بالبينات والزبر وصبروا، إذن فاصبر كما صبروا. هذا توجيه من الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم بالصبر. وإلى الله ترجع الأمور، وسوف يقضي بينك وبينهم بالحق، فينصرك في الدنيا ويخذلهم ويرحمك في الآخرة ويعذبهم. وبالفعل فقد قضى الله عز وجل بالحق، ونصر الله عز وجل
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا، وكانت لهم الفتوحات بفضل الله عز وجل. يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي أهل مكة وكل مغرور من الناس بالحياة الدنيا، اعلموا أن وعد الله عز وجل بالبعث والجزاء حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا بطول أعماركم وصحة أبدانكم وسعة أرزاقكم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا بطول أعماركم وصحة أبدانكم، فمهما طال العمر لا بد من الموت، وصحة أبدانكم وسعة أرزاقكم، فكم من غني أفكره الله عز وجل، وكم من صحيح أسكمه الله عز وجل وأمرضه الله تبارك وتعالى. فلا تغرنكم الحياة الدنيا بطول أعماركم وصحة أبدانكم وسعة أرزاقكم، فإن ذلك زائل عنكم لا محالة. ولا يغرنكم بالله الغرور، أي حلمه وإمهاله، هو الشيطان حيث يتخذ من حلم الله تبارك وتعالى وعليكم وإمهاله لكم طريقا إلى إغوائكم وإفسادكم بما يحملكم عليه من تأخير التوبة والإصرار على المعاصي والاستمرار عليها. والشيطان هو من أعداء الإنسان، كذلك الدنيا من أعداء الإنسان. حذر الله تبارك وتعالى الآن من عدوين من أعداء الإنسان الأربعة، الدنيا والشيطان، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إني بطليت بأربع ما سلت إلا لشقوتي وعناء إبليس ونفسي والدنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعداء. إبليس عدو الإنسان، النفس أمارة بالسوء عدو الإنسان، الدنيا عدو الإنسان. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والهوى كذلك من أعداء الإنسان. أفرأيت من اتبع إلهه هواه وأضله الله على علم. فالشيطان يتخذ من حلم الله تبارك وتعالى عليكم وإمهاله لكم طريقا إلى إغوائكم وإفسادكم، يوسوس لكم دايما بفعل المعاصي وفعل السيئات، يحملكم عليه من تأخير التوبة والإصرار على المعاصي والاستمرار عليها. إن الشيطان لكم عدو، يعني بالغ العداوة ظاهرها، فاتخذوه أنتم عدوا كذلك، فلا تطيعوه ولا تستجيبوا لندائه. إنما يدعو حزبه، أي أتباعه، ليكونوا من أصحاب السعير، أي النار المستعرة. يدعو أتباعه اللي بيسمعوا كلامه عشان يكونوا من أصحاب النار، من أصحاب السعير، من أصحاب النار المستعرة. إنه يريد أن تكونوا معه في الجحيم، إذ هو محكوم عليه بها أزلا. الذين كفروا لهم عذاب شديد، أي في الآخرة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي لذنوبهم، وأجر كبير، هو الجنة وما فيها من النعيم المقيم. هذا حكم الله عز وجل في عباده وقراره فيهم، وهم فريقان: مؤمن صالح وكافر فاسد، ولكل جزاء عادل من الله تبارك وتعالى، الحكم العدل، أحكم الحاكمين سبحانه جل وعلا. من هداية الآيات: أولا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه كل دعاة الحق إذا كذبوا أو كذبوا وأوذوا، فعليهم أن يصبروا. رقم اثنين تقرير البعث والجزاء المتضمن له وعد الله تبارك وتعالى الحق. رقم ثلاثة التحذير من الاغترار بالدنيا، أي من طول العمر وسعة الرزق وسلامة الأبدان، التحذير من الاغترار بالدنيا. ولذلك ضرب الله تبارك وتعالى أمثلة عديدة في كتاب الكريم لهذه الدنيا الفانية، فقال تبارك وتعالى منها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح فتركها، عليه الصلاة والسلام. هذه الدنيا. كذلك من الهدايات التحذير من الشيطان ووجوب الاعتراف بعداوته ومعاملته معاملة العدو، فلا يقبل كلامه ولا يستجاب لندائه ولا يخدع بتزيينه للقبيح والشر، لأن الشيطان يزين القبيح، يزين الشر، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. خامسا من الهدايات بيان جزاء أولياء الرحمن أعداء بيانا وجزاء أولياء الرحمن أعداء الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه من أوليائه وأعداء الشيطان، وجزاء أعداء الرحمن أولياء الشيطان، والعياذ بالله. أولياء الرحمن أعداء الشيطان جزاؤهم الجنة، أولياء الشيطان أعداء الرحمن جزاؤهم النار ومآلهم النار المستعرة، والعياذ بالله. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين.